شكرا إخوان على هذا التتبع الإعلامي. احنا بالنسبة للساكنة القصر الكبير جيت سعادة اليوم بهذا المرفق العلمي اللي هي كلية تعدد الاختصاصات جامعة عبد الملك السعدي، اللي كان مطلب ديال الساكنة منذ زمن، ولكن اليوم الحمد لله إطار سياسة أوراش الكبرى ديال ملك البلاد ها هو الآن مدينة قطر الكبير كتحظى بهذا المرفق ديال كلية تعدد الاختصاصات. حنا كمجلس الجامعة القصر الكبير أو كبرلماني الإقليم منذ وصلنا لهذه المسؤولية ونحن كنرافع يعني مرافعة من أجل تحقيق هذا الهدف. والشكر موصول لصاحب اللبنة الأولى هو أستاذ الحصاد وزير التربية الوطنية الأسبق، وكذلك نشكره السي أمزازي على الوفاء ديالو واستمرارية من أجل تنزيل هذه المعلمة إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي يكون إيجابية على الساكنة القصر الكبير وسوق الأربعاء الغرب مولاي وسلهم والزر، يعني الساكنة المجاورة، من أجل تقريب هذه المعلمة من السكان المغاربة اللي عندهم علاقة بهذا التعليم العالي والبحث العلمي. المرحلة ديال هذا المرفق جاء هو كان أول لقاء، وكنا تذكرنا على وحنوات جامعية ملحقة في قصر كبير، كان هناك مخاض نقاشات، ولكن الحمد لله من خلال النقاشات اللي كانت صحية الواقع استطعنا نحصلوا على هذا المرفق بواحد السرعة مفرطة، واللي هذا المرفق التكلفة الإجمالية ديالو ربما غادي يكون كتجاوز 12 مليار سنتيم. كاين دابا الشطر الأول وكاين الثاني وربما التجهيز غيكون الشطر الثالث. والحمد لله الإجراءات ديال الأرض، وكان هناك بعض الأيادي اللي بغات تفشل المشروع، ولكن بالإرادة ديال الجامع عامل إقليم وللجهة رئيس الجامعة الحالي سي الرامي اللي كان فعلا مستوى المطلوب، حققنا هذه القطعة الأرضية. والآن هانتم كتلاحظوا السيد الوزير مشكور على القدوم ديالو من أجل إعطاء انطلاقة ديال حجر الأساس لبناء هذه المعلمة. فيما يخص بالنسبة للجماعي هو دائما راه الإشارة لهذا المرافق. وبالمناسبة غادي نشكر واحد الرجل اللي هو وزير الفلاحة اللي كذلك تم تنزيل ديال المدرسة الفلاحية اللي هي في النهاية ديالها طول الإنجاز في النهاية، وكذلك سي القجع مدرسة ديال كرة القدم تعتبر معنا الصعيد الوطني، كان القصر الكبير محظوظ باش يدي واحدة منه، هي دابا الآن في التنزيل ديالها، باقي بعض الإجراءات قضية العقار، ولكن إن شاء الله الرحمن الرحيم على وشك على أنها إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تشوف الطريق ديالها صحيح. وكذلك السيد وزير الثقافة مشكور على المركب الثقافي اللي هو دراسة واجدة والمسطرة واجدة، العقار مصفي، بقى فقط الانطلاقه مع وزاره الثقافه نتمنى الوزير الجديد يكون في المستوى المطلوب باش ان شاء الله عودة. نعم على مستوى المساحه وكذلك التخصصات اللي غادي تكون في الكليه. الكليه؟ نعم. دابا اولا وقبل كل شيء حنا هذه دابا ثلاث سنوات والطلبه كيقراوا في النواه الملحقه الجامعيه، راه كاينه. منين غادي توجد هذه؟ على حسب الحاجيه ديال الطلبه والشعاب. اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي هو دابا عندنا جديد هو المدرج اللي هما كيقراو فيه دابا في الملحقة، طلبنا من السيد الوزير باش يتحول إلى كلية أصول الدين. طلبة القصر الكبير ومنطقة كتعرف من كباب على هذا الشعبة ديال أصول الدين، وكيفاش يطلعوا حتى المرتب لا طريقة ديال التنقل ولا السكن، ولكن واحد العدد إكراهات. إذا هذه المرفقة بغينا نوفروا في القصر الكبير بهذا المدرج اللي هو كاين، والسيد الوزير استجب تلقائيا مباشره، قال ما كاين حتى شي مشكل ما دام المدينه والمنطقه معروفه بهذا التعليم العتيق، المشوار الكبير اللي جابوا ملك البلاد الله ينصرو، واحد العدد المدارس اللي كتوجد في اقليم عرائش واقليم وزان واقليم قنيطره كلهم ان شاء الله غادي يقراوا اصول الدين في مدينه قطر الكبير ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهذا عملهم. وباقي مؤسسات اخرى حتى نتمنى تستجب. نعم، نستعز البنيه ديال التربويه والتعليميه بمدينه القصر الكبير. كذلك كاين تسعود ديال المؤسسات اللي عرفوا الالتفاته. كاين ثانويه جديده في ولاد حميد.
راه اليوم راه كان غادي يدشنا السيكوز ديال اليوم، ولكن صابوا المقاوله قطعت عشوه الاشغال. ممكن يكون زيارة الورش ما يمكنش، ولكن انا كنأكد لك كاينه ثانويه ولا الحميد الساكنه اللي كتجي الطلبه كيجوا حتى الثانويه المحمدي والمول الخطا والامام مسلم والراشدي باش يقراو. دابا اليوم غادي يقراو في ولاد حميد الثانوي، وكذلك كاين ثانوي في تطرس لوزاره التربيه الوطنيه اللي دابا الان دخلتها بالميزانيه ديال 2020. كذلك بعد الاعداديات كالفردوس اللي كاينه في السعاده والحريزي اللي كاينه في حي السلام نموذجيه، وكاين توسع طبري تصعد الحجرات ولا سبعه كتعقل، وكاين واحد العدد مؤسسات اللي عرفت توسع. اذا تصعود ديال 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 المؤسسات اللي عرفوا الترميم والتوسع، وعاد احداث كما قلت الحريزي تعودت من الجذور ديالها. السعاده الفردوس راه دابا في طور الانجاز، وكاين دابا الكليه الثانويه اللي قلت لك ولاد حميد عاوتاني راه في طور الانجاز راه غدا، ودابا الحمد لله كان بالاضافه الى احداث المدرسه ديال ابن خلدون يعني اصلاح. لا ابن خلدون ماشي احداث يعني، ابن خلدون معلمه تاريخيه. شكرا على الانتباه ديالكم لهذه القضيه. ثانويه ابن خلدون هي معلمه تاريخيه بالامتياز، واللي قراوا فيها القماس من الاساتذه ديال قصر كبير كاستاذ الضحك والى غير ذلك، لائحه طويله، واللي كتعرف الاهمال كتايل السقوط. ولكن المجهود من الزبلادي اول دوره اللي عمل اتفاقيه شراكه مع الجهه العمري دخل الاتفاقيه الثلاجه، ولكن كذلك وزاره التربيه الوطنيه مشكوره اللي كملت معنا استاذ من درهم. نتمنى الوزير يمشي يعمل لنا اليوم اطلاله يدشنا، وحنا دخلناها بين المعالم الاثريه اللي غتدخل في التراث الوطني، لان معلمه بالامتياز وعندها تاريخ ومسميه على واحد القامه كذلك ابن خلدون اللي غني عن التاريخ.